اوقاتكم متابعينا بكل خير. اليوم راح نعمل بوتي فور، نحشي التمر. وصفه كتير سهله وبسيطه ولا اروع، مكوناتها بسيطه جدا، وصفه ولا اروع. شايفين هاي التمر، خلينا نروح لتحضير الوصفه هاي. فور تمر، صابع تمر. نحتاج، راح اعطيكم كمية صغيرة، 500 جرام من الدقيق الابيض، 270 جرام من الزبدة، عم بستخدم هون لوربر، 170 جرام من السكر البودرة. نحتاجها بيضة واحدة، انا عم اشتغل مقدارين، نحتاج بيضة واحدة وفانيلا. طبعا راح اضيف انا هون ملعقتين من الفانيلا، بودرة او السائلة حسب المتوفر. طبعا عندنا التمر، اول شيء راح ننزل الزبده مع السكر، اخلطهم كثير منيح. هاي عم بخلطها هون، بدي انزل السكر مشان اخلط بشكل منيح. بفضل تكون الزبده بدرجه حراره المكان يعني اللي عم نشتغل فيه، ما نكون مطلعينها كثير من البراد ومشتغلين فيها مباشره. خلوها شيء بيشتغل ب 10 دقائق او تقطع مكعبات صغيره لتسهل معاكم الشغل. هلا بعد ما خلطنا الزبده مع السكر، شايفين صار شكل كريمي، راح نضيف البيض. طبعا انا مع البيض حطيت فانيلا، نخلطهم منيح ونرجع نضيف الدقيق على شكل دفعات. هلا بعد التحريك هذا راح نشيل المكنه، لان المكنه ما راح تستعمل خلط الدقيق، راح نخلطها يدويا عشان نجهز العجين ونرجع لكم. هلا هيك نخلطها يدويا لحتى ما تتماسك، تصير معانا عجينة. اخواني هلا بعد عجن كثير منيح، شايفين شكل العجينة. طبعا طلعتها من الوعاء عشان تسهل علي الشغل، حطيتها على طاولة الشغل ونسهل. هلا هيك صار عندي عجينة متماسكة ملمسها ناعم. هلا رح تقطع جنب، عندي التمر، بورجيكم التمر. طبعا نخلو من البذور، في معجون جاهز كمان ممكن تستخدموه. عندي هون التمر طلعته شوي قاسي، رح ادخله شوي الميكرويف تقريبا دقيقة، برجع بشيك لحتى ما يصير ما عندي طري. أنا كنت حاط فيه زبدة قبل، تقريبا الكيلو حطيت له تقريبا 200 جرام. إذا شفتوه ناشف كثير ممكن تضيفوا له شوية مي، ما تكتروه، شوية مي بس. هلا راح داخل الميكرويف، راح استغل الوقت هذا بعمل العجينة، بعملها على شكل اسطواني بالشكل هذا، عشان بس هاي نفرجيكم كيف طريقة الحشي السريعة كمان. هاي العجينة عملتها على شكل اسطواني، التمر نفس الطريقة راح اسويه بس شوي ارفع. هيك هلا يعني كم كانت الكمية تكون كثيرة نخلصها بسرعة، بس طريقة الشغل. عندي هون سمسم كان ابيض، دخلت الفرن تحميص، كل شوي بقلبه حتى ما اخذ اللون هذا، ضروري يتحمص السمسم ما يكون لون ابيض، يعطي طعمة اطيب. هنا التحميص هذا راح اشتغل فيه بعدين. هاي التمر صار عندي جاهز، شايفين صار طري كثير لانه كان بالبراد، كثير طري، ما حطوا اي منكهات يعني تتبيله شيء، ما حطيته. اللي يحب يحط ممكن يحط، بس بالوصفه هاي ما راح احط شيء نهائيا. انا منزل وصفه ثانيه نفسها تقريبا بالقناه تقريبا من اكثر من سنه. هلا رح نعمله شكل اسطواني مثل العجين اللي اشتغلناه هون. هلا هون خلصنا التمر، اخذت عجينه، طبعا تكسر معنا شوي ما في مشكله، ضغطها باليد راح اضغط افتح شوي العجينه عشان ادخل فيها التمر على قياسه، بشيل القطعه الزايده من التمر ولف اسكرها. هو اجيب عجينه ثانيه احطها على الوجه زي ما تسكرت معي.
شكل على شكل اسطواني حبل. طبعا مسكره بعجينه عادي، على العجينه على اللف. قطعه ثانيه هلا بس غطيت التمر، برجع بلفها، برجع برفعها اكثر. سماكة القطعة، حجم القطعة في شغلة بترجع لكم. شايفين كيف كانت العجينة وموصلة وكذا، بس انه لفيناها. هلا راح طويلة عشان يسهل معي الشغل، راح اقطع منها شوي. وطبعا نروح نفرش السمسم. شايفين التمر، هلا راح امرره بالسمسم. شايفين تمرير، ارجع الفها على السمسم. ممكن تحبوها رفيعه اكثر، ما في مشكله، بتصير تقطيعتها شكلها. حيث انه كلها تاخذ سمسم، لفه لفه دوران كامل كل الاطراف. هلا هيك طالعة شيلة من السمسم، القطع صاروا جاهزات. شايفين شكلهم ولا أروع. نكمل العجينة الثانية، عندي هون عجينة ثانية كمان عم نشتغل. نكمل بالثانيات، عم نمد العجينة مثل ما عملناها بالمرة الأولى ونحط التمر فيها. هلا هي كمان غليظة شوي، فأرجع أرفعها حتى بعدين ندخلها بالسمسم. المرحلة الأخيرة خلصنا. أثناء اللف يكون في العجينة فيها هواء، ممكن تضغطوها بالشكل هذا، تخلوا العجينة تضغطوها على التمر وتبدأوا اللف على يعني على الهداوة عشان ما تفتح معانا. وحتى فتحت العجينة كمان ما في مشكلة. هلا بعد ما لفيناهم راح نقطعهم. هذه القطعة شكلها شكلة ترجع اختيارية، ما في مشكلة. طبعا الفرن عندي مشغال على درجة حرارة 150-160. ممكن تشوف الوقت اللي تاخذه ونرجع نخبركم قديش اخذ معنا وقت. كل احوالنا بتاخذ وقت كثير، فتفرق درجه الحراره من الفرن للثاني، نذكرها دائما. هلا راح نبدا بالتقطيع. شايفين الشكل هذا، الحجم هذا، راح اقطعه ما في مشكله. ممكن تقريبا نفس الحجم. طبعا هلا اطراف تكون التمر ما فيها كثير، حط على جنب عشان الشت كله يطلع نفس الشيء. وصفة ولا أقوى، جربوها إن شاء الله رح تنال إعجابكم. هلا رح نصفطها بالصينية وعلى الفرن. تصفيتهم هدول اللي كانوا على الطرف رح نحطهم. هاي الصينية الثانية وعلى الفرن. هلا إخواني هلا هيك تقريبا 20 دقيقة أخذت معي. شايف لونها؟ استنى عليها لتبرد، حطها بطبق التقديم. هاي الصينية الثانية، شايفين اخذت لون حلو كثير. هاي القطعة الصغيرة اللي حطيناها عجن كان اطراف. هاي كانت وصفتنا اليوم، جربوها واعطوا لنا رايكم فيها. اللي شاهد القناة لأول مرة ما ينسى يشترك بالقناة وتضغط زر الجرس إذا عجبكم المحتوى. نشوفكم بوصفات جديدة.